كاينش نقول لك المراه حد هضره ما فرستوش شاف شو سكوتو الحلوة احنا صابرين انا مشيت وبلا ما تخرجي حاجه اللي احتاجتيها قوليها Thank you.
شهور. كي درتي لي باش حاسه يا اختي؟ ما عرفتش حاسه براسي ماشي حتى لهنايا. مالك تالفه وما عارفه ما ندير، واقيلا خصني نمشي نسول مولاي. علاش غتلقاي مو كامل بقات عاقله على داك الشيء وتلقايها نسات؟ هي تلقاها كبرات. سوليني انا ما خصكش تمشي هكا شويه. كيقولوا مع الوقت غادي يدير في سكوت ليا بصح. الا طليتي فيه مزيان راجلك ما قال والو؟ لا كيبغيك ما عمرو قالها ليا. قلتيها له؟ لا. واش عرف؟ ما عرفتش، ولكن نهار دخل هضرنا بزاف على هادشي. سهلاتك يا فري، انت كتعرفي في هادشي كثر مني. وباش نفهم بالحق، ماشي انا الاولى ولا الاخرى اللي تعطلت، ولكن بيني وبينك يا ماريا ماشي عامين وعشرين يوم بزاف. الا بقيت بحال هكذا كنحس براسي غادي نحماق. راكي باقيه صغيره، خالتي راه ما ولدتش حتى دوزات 14 عام، وكنت تشوفي عليك تيك تولدت كي حمق. كان في حشي صور صغير، وكان مرة مرة كيمزقنا وكان كيقشنا. ولد 4 شهور ولا كيقش كيقش كيقش. كيقولوا المرة كتكارفص مع الدراري ياك؟ كذوب. ومولي ما قاديش عليهم علاش كيولدوا؟ كيجيب لك الاخر اجي ربي. أنا بعض المرات كيجيب لي الله المرأة فيها الدم ديال 4 ديال الولاد، وخصها غير تولدهم، ولا ما ولداتهمش، داك الدم كيولي سم، بحالي غادي يوقع لي. كنحس براسي في شكل، ما عرفتش راسي كلشي. المرأة الأولى ديما كتكون صعيبة. ياك؟ والله يدير لي في هذا الخير. شوفي، بغيتك تخيطي لي شي حويجات. أها مرحبا. كون هاكي يكون مخوك يلا حنا نمشي. سلامة. باي باي ماريا. الدراري اللي بقاو يلعبوا ويلقزوا ياك؟
قول لي رتبها له على دارها ويتهلا فيك. راه ما يمكنش هاد الزين كامل نسمحو فيه. يلا انا مشيت. سلامة. اديوس. نهار جاب وقال لي بلي راه فلان بغاك سكت
كنت كنفكر في حاجه واحده، الاولاد. وملي تزوجنا وانا كنفكر غير فيهم. بيني وبينك حتى الناس ما كنعس مع راجل غير لا ود. ايوا ايوا بنيتي خلي عليك هاد السي، عمري اضربك بالله ياك، عمري عندك بالله. راكي باقيه صغيره. ايوا دابا ربي صحت من عنده صافي. ايوا خليت لك الراحه، الله يهنيك في هاد الساعه بنيتي. ايوا الله يهنيك. Pienso cada noche en tu caricia, me despierto y vivo solo en soledad, hundido en esta oscuridad, hundido en el recuerdo de tu piel. Parece mentira que no fuera la que era, en que Dios la ahoga, pero niña moqueta. ¿Sos que soy? شكرا. ما عرفتش علاش ديما كنت كنقول مع راسي بلي غادي يكون صوتك زوين. بارك الله فيك. الله يخليك ديما ناشط. امين. انتي مالك؟ ما ماليش. كنحس بيك ماشي حتى تما، بحالي حزنانه. اجابك الله. المهم الغالب الله ماشي معادتي. ورا تا راجلك، راجلك كثر منك، تا هو كنشوفو غير معصب غير كيغوت. هو قاصح ديما بحال هكا. مالك؟ الراجل هو اللي علي على كتافه. اللهم تحقق الشمس ولا يحقق بلادنا بلسانه. تسمع شي حاجة؟ لا. بحال شي صوت ديال ولد صغير كيبكي. ردني عمر في البراش هنايا. لا هذا صغير كيبكي. ما عرفت. أنا راه ما سمعت والو. لا أنا كنسمع صوت ديالو في ودني كيبكي، ولد صغير أنا متأكدة صوت ديالو كيبكي، كيبكي في ودني صوته. سمعت شي حاجة؟ يوم فين النوبة الصغار؟
سالي سيد واحد جم او ثاني بقيسها انا ما بقاش حتى يطلع منها لا غادي نشخم الدابة احسن امشت قلت لكم امشت كان لا تمشي وحده فيكم تمشي معه ثم واكلين شاربين ناعسين لابسين باش تحبيوها او لا باش تحبيوها شرفي وشرفكم شرفي وشرفكم مالنا شنو واقع اتعطلتي
ياك لاباس، ما مشيت فين؟ يا قلت لك لا باقيش تخرجي. قلت لك ما مشيت فين؟ عييت ما نقول لك المراه حتى ضرها. انا قلت فيها دار، ماشي اربعه ديال الحيوط كينحوا فيهم البرد. شنو ناقصك؟ Okay.
شكون علاش غادي تحسي بيا؟ نتوما النساء اللي كتولدوا ما صافا كتحسوش باردين، هذيك اللي كتشكي عليه بالعقل هو كيقول لك اش خبار الدراري. صافي صافي ما نزيدش معاك، بديتي كتدخلي وتخرجي في الهضره. خبارك يا ماريا؟ قد ما كنزيد نبغي الدراري قد ما الامل ديالي كينقص. وراه ما نزيدش هكا صاحبتي، بقالي شويه ويجيب لي الله اللي راه انا اللي تولدي. ماشي مشكل، كنا كيشوفها كيف ما بغاها. واخا هكاك شي هاد العيشه الكحله اللي عايشاها، واخا هكاك ما فقدتش الامل في راسي. ايوا راه مزيان مزيان هكا. وقولي لي خواتك راجلك كتهضري معاهم كتجلسي معاهم ونسينك شويه؟ واخا نكون حمق ما يسمعوا من فمي حتى حاجه. وراجلي بثلاثه محامين عليا، شنو دابا يكونوا كيقولوا مع راسهم؟ تخربيق بحالهم بحال كاع الناس اللي ما عندهمش الضمير. تخيل معايا كيقولوا بلي راه انا في حياتي شي واحد ما عرفتش بلي اهم حاجه عندي هي الشرف ديالي. واقفين لي في الطريق ما عرفتش كون كنت بغيت نحيدهم كون كنت حيدتهم شحال هاد. اخبارك واحد الحاجه، انا كيجيني راجلك مازال كيبغيك وكيحماق كيجيب لك الله. راجلي شربني وممكنني ومسكنني عندو. وشوف زعما هادشي كله اللي دايز عليك ومازال كيدوز عليك، ديري في بالك حاجه وحده، ربي راه كبير وما غاديش يخليك. يلا حنا غادي نمشي. سلام عليك. دابا يعاود ينعس. يلا باي باي. شي عينك بحال عينك ماريا ياك؟ اه. شي عينك بحال عينك ياك؟ يلا ماريا خليكي عندي صافي واخلي صافي. يلا اختي باي باي. سلامة. والو عندي؟ لا
قلت لي كل شيء. Yeah, please.
Thank you.
Daros las gracias por haber venido y haber asistido a esta obra de teatro. Somos el grupo de teatro Ruh, Ruh significa espíritu, de Tánger. Esta obra es una adaptación del gran escritor español Federico García Lorca, intitulada Yarma. Os voy a presentar el equipo. Tenemos a Jinan, Isamo, en técnicas de luces, Oetman, Mariam, Mohamed, Hamza, música y canto, Sara, Ana Iglesias. La obra
ha sido creada por Younes Nusaku. Y este proyecto no habría sido, y nosotros no habríamos venido hasta aquí, sin los esfuerzos de una mujer tan poderosa y tan fuerte como esta Eura, Yolanda. Y damos también las gracias a la gente que trabaja, a los técnicos que trabajan en este teatro, que han estado muy amables con nosotros, que nos han abierto las puertas, todas las posibilidades. Y gracias. Gracias también a vosotros por haber venido. Gracias al público de Tánger que ha venido de Tánger. Y os damos la bienvenida otra vez y a ver si vamos a volver otra vez en este sitio. Gracias. Y damos también las gracias a la Fundación Primo Convivencia. Gracias a todos.